السلام عليكم. استعمال الانترنت كان هو واحد الوتيره سريعه جدا، فعلى سبيل المثال في المغرب كنلاحظوا باللي نسبه استعمال الانترنت ارتفعت من 21% ديال السكان اللي كانوا كيستعملوا الانترنت في سنه 2001 ل 60% ديال السكان اللي كانوا كيستعملوا الانترنت في سنه 2019، وكنلاحظوا تقريبا نفس النسب المئويه في اغلب الدول ديال المغرب العربي وكذلك جنوب افريقيا، حيت هذه الدول كتعتبر من بين الدول المتقدمه في افريقيا. وحاليا ما يمكنناش نتصوروا انترنت بكل المواضيع اللي كنلقاو فيه وكل اللغات اللي كيمكننا نتصفحوا بها وكاع داكشي اللي كنلقاو في انترنت، ويكون بدون اعلان كيطلع لك ملي كتكون كتشوف يوتيوب، اعلان كيطلع لك ملي كتكون كتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، اعلان كيطلع لك ملي كتكون كتقرا شي موضوع كيهمك، اعلانات كثيره وفي جميع المواقع. وبما ان عالم الانترنت كيسعى لانه يقدم إعلانات ذات صلة بالمستهلك أو المستخدم أنا ونتايا، فإن البيانات ديالنا كتنتشر بين آلاف الشركات اللي كتعرف الميول والسلوك ديالك في عالم الإنترنت. وهذه البيانات كيتم تجميعها عن طريق واحد الملف اللي كيتسمى كوكيز، ماشي كوكيز اللي كناكلو، ولكن كوكيز اللي هو واحد الملف كيتسجل في المتصفح ديالك او في الجهاز اللي كتستعمله. الموضوع ديال اليوم غادي يكون حول الكوكيز، كيفاش كيخدموا هاد الكوكيز، كيفاش الشركات كتجمع البيانات ديالنا عن طريق هاد الكوكيز، وكيفاش كيجيوك الاعلانات مستهدفه عن طريق هاد الكوكيز. الموضوع طويل وكيهمك، حيت غادي يخليك انك تعرف كيفاش الشركات كتستعمل البيانات ديالك وكتنتهك الخصوصيه ديالك بدون العلم ديالك. أتمنى أن الموضوع يعجبك. مشاهدة طيبة. بمجرد أنني دخلت لهذا الموقع الخاص بالملابس، موقع سجل مجموعة من البيانات في المتصفح ديالي اللي كنسميوها كوكيز. اللي كندخلوا في ركن الإعدادات الخاصة بالمتصفح كنلقاو بلي الموقع اللي دخلت له سابقا قام بتسجيل هاد الكوكيز اللي كيتكون من سلسلة من الأرقام اللي كتشكل الهوية ديالي واللي كتساعد الموقع أنه يتذكرني. المواقع اللي كنتصفحوها اول مره كتطبق نفس الخاصيه على المستعمل، وهذا الشيء اللي كتقول لك النوافذ اللي كتطلع لك في كل مره كتدخل لشي موقع جديد. في الواقع هاد الكوكيز او باللغه العربيه سجلات التتبع كتجعل عالم الانترنت ممكن وقابل للتصفح بكل سلاسه، ولكن ايضا كتسمح لهاد الجاكيطه اللي شفت ديال الجينز باش تتبعني عبر الانترنت. داكشي راجع لان الكوكيز كتمكن الشركات من الاتحاد والتواصل معا باش تتبعني وتشوف اي حاجه كنديرها عبر الانترنت. في 1994 لو مونتولي، مطور امريكي الجنسية واللي كتشوفوا امامكم، تمكن من انه يخترع سجلات التتبع واللي كنسميوها في عالم الويب بالكوكيز. انا ذاك كان في عمره 23 سنة وكيخدم في شركة نيتسكيب اللي الاختصاص ديالها هو خدمات الكمبيوتر وتطوير البرامج، وكان كيطور مع المجموعة ديالو ما سيصبح اكبر متصفح مهم في العقد، اي ما بين 1994 و 1999. المشكلة العامة اللي كان كيحاول يحلها وهي انه يجلب الذاكرة لعالم الويب، او يجلب الذاكرة بالاخص لمواقع الانترنت. كيف ما قلنا سابقا، الاشكال وهو عدم توفر المواقع للذاكرة. ناخذ امثلة باش نفهموا اكثر. على سبيل المثال، ملي ابراهيم دخل لهذا الموقع info.ma طلعت له الصفحة الاولى ديال الموقع، وقرر بعد ذلك انه يتصفح قسم الاحداث. ملي دخل لقسم الاحداث، الموقع ما ربطش الدخول ديالو لقسم الاحداث مع الدخول الاول، يعني ان الموقع ما كيقولش باللي راه ابراهيم دخل الموقع اولا وموراها دخلت على قسم الاحداث وعاد وصل لهاد الصفحه اللي رحنا فيها، بل كيعتبروه باللي راه دخل مباشره لقسم الاحداث وباللي هذه اول مره كيدخل الموقع. يعني ان ابراهيم الى بغى يبدل الصفحه ويدخل قسم الصور، موقع كينسى باللي ابراهيم كان سابقا في قسم الاحداث وباللي جا لقسم الصور عن طريق قسم الاحداث. علاش؟ حيت الموقع ما كانتش عنده ذاكره باش يعقل عليك، وبالتالي ففي كل ما تصفحتي الموقع كيعتبرك باللي اول مره دخلتي للموقع، وما كيربطش الدخول ديالك مع دخول سابق للموقع. ناخذ مثال اخر. تخيل دخلتي لشي موقع تشري جاكيطه ديال الجين، واختاريتي القياس اللي بغيتي ودرتيه في السله، والموقع قال لك بلي بالفعل الجاكيطه راها موجوده في السله،
وكليكيتي في مكان اخر باش تشوف حاجه اخرى، واكتشفتي باللي السله اللي فيها المنتوج اللي حطيتي خاويه والجاكيطة اللي اختاريتي ما كايناش تماك. ولا مثلا كل مره دخلتي صفحه جديده في فيسبوك كيخصك تدخل المعلومات من جديد. هادشي راجع لعدم توفر الموقع للذاكره في المتصفح اللي كتستعمل، وبالتالي شنو ما درتي من قبل فالموقع راه كينساه. وهادشي علاش اختار داك السيد الكوكيز باش يعطي الذاكره للموقع ويبقى عاقل عليك في كل مره تصفحتيه. سابقا شفنا كيفاش كيخدم موقع بدون كوكيز او بدون ذاكره، ودابا غادي نشوفو كيفاش كيخدم الموقع والمتصفح بالكوكيز، كيفاش كيتسجلوا هاد المعلومات في المتصفح ديالك، وخاصه كيفاش عن طريق هاد المعلومات ديال الكوكيز كيجيونا الاعلانات المستمره. تابع معي. اختراع الكوكيز حلنا هاد المشكل ديال الذاكره، ومنذ 1994 جميع برامج التصفح والمواقع كتخدم خاصيه الكوكيز. وحسب هاد الخط الزمني اللي كنشوفو ديال تاريخ الويب، نيتسكيب كان اول واحد خدم الكوكيز، ومن موراها خرجوا المتصفحات الاخرى بحال صديق انترنت اكسبلورر، سفاري ديال ابل، فايرفوكس، وعاد جا من موراها اختراع العملاق جوجل كروم في 2008. وملي كنقول كاع هاد البرامج ديال التصفح كتدعم خاصيه الكوكيز، كنهضر على البرامج ديال التصفح اللي كاينين في الهاتف واللي كاينه في الحاسوب كذلك. باش نفهمو كيفاش كيخدم الكوكيز غادي ناخدو مثال ديال التصفح اللي فيه تبادل المعلومات بين المتصفح ديالي والموقع اللي غادي ندخلو. على سبيل المثال ندخل لجوجل ونقلب على شي جاكيطة في اللون الاخضر ونختار شي وحدة من الاقتراحات اللي عطاني. الموقع قام بتخزين مجموعة من الكوكيز في المتصفح ديالي بمجرد انني دخلت له، وداكشي غادي يخلي الموقع انه يتعرف عليا من خلال واحد الرقم كيشكل الهوية ديالي واللي هو موجود في بيانات الكوكيز. إضافة إلى ذلك الموقع غادي يحتفظ بمعلومات أخرى بحال الموقع ديالي فين كاين أنا، الزيارات السابقة اللي درت، الوقت الذي أمضيته في الموقع، شنو حطيت في السلة ديالي، وغالب الأحيان كياخدو حتى الإيميل ديالي ومعلومات أخرى. وأنا كنتصفح داخل الموقع ولا حتى إلى خرجت من الموقع ورجعت له مرة أخرى، ملفات الكوكيز اللي تسجلت في المتصفح ديالي غادي تقول للموقع بأنني نفس الزائر وماشي زائر جديد. هذا هو المكان اللي كيتسجلوا فيه كاع الكوكيز. نحدد الصفحه ونشوف الكوكيز اللي تسجلوا بعد ما تصفحنا داك الموقع ديال الملابس. كيف ما كنشوفوا كاين بزاف ديال الكوكيز اللي تسجلوا، وكل واحد عنده واحد الخاصيه محدده كتساهم في اما الحفاظ على جوده التصفح او التعقب ديالك. هاد الكوكيز اللي كيخليو الموقع يتذكرك ويعرف المكان ديالك وشنو كنتي كتشوف في الموقع وكاع داكشي اللي هضرنا عليه سابقا كيتسماو كوكيز الطرف الاول، حيت انت بصفتك زائر كتعامل مع الموقع بصفة مباشرة، يعني انت هو الطرف الاول، وهما اللي كيساهموا في انك تصفح بكل سلاسة وتكون عندك زيارة اكثر شخصية وملائمة وتخلي الموقع انه يقترح عليك منتوجات وما الى ذلك. ولكن كنركز على انه كيتسموا الطرف الاول حيث الموقع كيتعامل معك انت فقط، وإلى تصفحتي موقع آخر ديال السفر مثلا كيتعامل معك أنت فقط بدون أن الموقعين اللي دخلتي لهم يتعاملوا مع بعضياتهم. الكوكيز في عالم الانترنت الحالي تطوروا بشكل كبير، وولات عندهم وظائف أخرى من غير داكشي اللي ذكرناه سابقا. من بين داك الوظائف أنها كتمكن الشركات من التعقب ديالك بحال شي متجسس صغير كيشوف أي حاجة درتيها في الويب وبدون استثناء. حاليا عالم الانترنت مليء بالإعلانات، وفين ما تصفحتي كتلقى الإعلانات بكثرة فين ما دخلتي وبدون استثناء. المشترون في هذا النظام هي العلامات التجارية، أي الماركات اللي كترغب في بيع المنتجات ولا الخدمات من خلال وضع الإعلانات أمام الأشخاص اللي يقدروا يشريوا المنتوج أو الخدمة، بحال شركات السفر، الملابس، الأحذية وما إلى ذلك. وأن بعد ذلك منصات التواصل والنشر بحال إنستغرام، يوتيوب، فيسبوك، واللي عندهم مجموعة كبيرة ديال المستخدمين اللي ليهم غادي تعرض الإعلانات ديال الشركات اللي كاينين في الأعلى. يعني في هاد المنصات اللي غادي نعرضوا الإعلانات حيت عندهم جمهور كبير، وما بين الماركت اللي كاينين في الأعلى ومنصات التواصل في الأسفل عندنا الوسطاء، واللي خدمتهم الأساسية هي أنهم يتأكدوا من أن الإعلانات اللي الماركت أو الشركات عطاتهم وصلوا بالفعل للأشخاص المناسبين. بعض الشركات كتلعب أدوار متعددة، فيسبوك وجوجل كتعتبر من أكبر اللاعبين حيت عندهم عدد كبير من المستخدمين وجماهير ضخمة وكمية هائلة من المعلومات اللي يمكن لهم يستخدموها باش يشكلوا كهدف للإعلانات.
كاع هاد الشركات كيتم التحفيز ديالها باش تجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات حول السلوك ديالك عبر الانترنت. ولومونتيلو المطور ديال هاد الكوكيز كان الهدف ديالو انه الكوكيز يتستعملوا غير ما بينك وبين الموقع اللي كتصفح فقط. وبما ان الكوكيز تعداو الهدف الاول ولاو المواقع كاملة كيتعاونوا بيناتهم باش يشاركوا ويبارطاجيو المعلومات اللي خداو من عندك بيناتهم. وداك الشيء كيتم عن طريق واحد الكوكيز اللي كيتسماو كوكيز الطرف الثالث. اجي نشوفوا مرة اخرى الكوكيز اللي سجل الموقع ديال الجاكيطة الخضراء اللي دخلنا له سابقا. كنلقاو هاد الكوكيز اللي مسجل مع عند موقع بينغ واللي كينتمي لشركة مايكروسوفت، وهاد الكوكيز ديال بينتريست اللي كتعتبر منصة ديال تداول الصور، وايضا كنشوفوا الكوكيز ديال فيسبوك اللي كتمتلك انستغرام، وهنا الكوكيز ديال الموقع نفسه ديال الجاكيطة. كنلقاو ايضا الكوكيز ديال جوجل واللي كتمتلك يوتيوب ومواقع اخرى، وهنا عندنا الكوكيز ديال موقع التواصل سناب شات، وفي الاخير الكوكيز ديال منصة تويتر. هادشي كيعني بلي ان الموقع ديال الملابس اللي دخلنا له تومي هيلفيجر كيمكن له يحط الاعلانات ديال الملابس في قاع هاد المواقع والمنصات اللي شفنا. يكفي انك تكون مستخدم لدوك المنصات. المسؤول عن الموقع يقدر دابا يمشي لفيسبوك ولا جوجل ويدخل لمكان اعدادات الاعلانات ويقول له عرض اعلانات الملابس اللي كنبيع لجميع الاشخاص اللي عرفتيهم دخلوا في الشهر السابق للموقع ديالي. وفي هذه الحاله غادي تكون انت كتصفح موقع التواصل ديال فيسبوك انستغرام ولا تكون غادي في يوتيوب، وغادي يطلع لك اعلان ديال الملابس ديال الموقع اللي دخلتي له سابقا. وهنا كيف ما كنشوفوا هذا هو الموقع اللي شفنا فيه الجاكيطه الخضراء سابقا، وانستغرام عرض لي اعلان عليه لانه عرفني دخلت لذاك الموقع، وداك الشيء كان عن طريق كوكيز الطرف الثالث. هاد الكوكيز كيتم انشائها عن طريق مجال او دومين الطرف الثالث، واللي كياخذ البيانات اللي بغا من الموقع اللي انت فيه حاليا وكيخزنها في موقع مختلف عن الموقع اللي كنتي فيه، وكيدير نفس الخاصيه في جميع المواقع اللي دخلتي ليها واللي كتستعمل نفس عناصر الطرف الثالث. وفي اخر المطاف كيولي عند الطرف الثالث او الوسطاء كميه كبيره من المعلومات عليك. وهذا الشيء كامل اللي كنشوفوه هو ما يسمى في عالم الانترنت بالتعقب، وهو اللي خلى الشركات كتعرف السلوك والميول ديالك في عالم الانترنت. وفي الوقت الحالي هاد الخريطة ديال النشاط ديالك كتستخدم باش تقدم ليك اعلانات مخصصة لك فقط، ولكن بمجرد انه يتم جمعها ما يمكنش ليك ترجعها ولا تستعدها منهم. هادي شي سنوات اغلب برامج التصفح كيخليو لك الامكانية انك توقف كوكيز الطرف الثالث. على سبيل المثال جوجل كروم كيعطيك في الاعدادات خيار انك توقفهم، ولكن تعطيل هذه الخاصية كيشكل صعوبة على الوسطاء انهم يعرفوا بلي ان الشخص اللي شرى سترة من هذا الموقع ديال الملابس، وشرى اكلة سريعة من هذا الموقع ديال الطعام، وشرى تذكرة من هذا الموقع ديال الطيران هو نفس الشخص. ولكن بما ان الشركات كتجني ملايين الدولارات من خلال هذه الاعلانات، فكما كان الحال غادي يلقاو ثغرة باش يعرفوك باللي انت نفس الشخص اللي دخلتي لدوك المواقع واخا تحيد او تعطل خاصية كوكيز الطرف الثالث. هاد الوسطاء عارفينك ما غاديش تعطل كوكيز الطرف الاول، حيت الا حيدتيهم العديد من المواقع ما غاديش تخدم. لذلك جوجل وفيسبوك كيعطيو الموقع واحد الكوكيز اللي كيشبه الكوكيز الطرف الاول، ولكن كيدير العمل ديال كوكيز الطرف الثالث، وكياخذ جميع المعلومات اللي بغا ويعاود يصيفطهم للطرف الثالث او الوسيط. فيسبوك كتسمي هاد الحل او الطريقة فيسبوك بيكسل. تعريف ديال خاصية فيسبوك بيكسل حسب فيسبوك هي واحد الطريقة اللي غادي تمكن اللي باغي يدير الإعلان من استخدام كوكيز الطرف الأول والطرف الثالث، واخا يكون المستهدف أي أنا ولا أنت معطل خاصية كوكيز الطرف الثالث اللي كاينة في المتصفح. وهادشي غادي يخلي الشركات تستهدف زبناء أكثر وتكون أكثر دقة في الحسابات والتقارير ديالها. وهاد الخاصية ما غاديش نقدر نحيدها أو نعطلها من المتصفح ديالي، حيت كتسلل مع كوكيز الطرف الاول اللي ما كنحيدوهمش، يعني ان الاعلانات غادي يوصلوك مستهدفه كيف ما كان الحال.
على سبيل المثال فيسبوك طلع لي هذا الإعلان ديال الملابس من شركة زالاندو، وإلا جيت نشوف علاش طلع لي هذا الإعلان غادي نلقى بلي أنهم استهدفوني عن طريق فيسبوك بيكسل، حيت دخلت لهذا الموقع ديال الملابس سابقا في 29 ماي 2021، رغم أنني معطل أو مديزاكتيفي خاصية كوكيز الطرف الثالث، وهادشي اللي هضرنا عليه سابقا، أي أن مول الموقع ديال زالاندو دار الإعلان باستعمال خاصية فيسبوك بيكسل، وقال لفيسبوك وري الإعلانات ديال الملابس لأي واحد دخل في الأشهر السابقة للموقع ديال زالاندو. أجي نشوفو شنو كيوقع مباشرة من اللي كتصفح مواقع الإنترنت. اللي غادي ندخل لموقع إنستغرام كيتسجل واحد الكوكيز جديد في المتصفح ديالي كيف ما كنشوفو في الشاشة على اليمين، وملي كندخل facebook.com غادي يتسجل واحد الكوكيز جديد وغادي يرتبط معاه الكوكيز ديال انستغرام، حيت فيسبوك كيمتلك شركة انستغرام، يعني غادي يكون واحد التواصل بيناتهم واللي هما حيه حاجة عادية حيت هما شركة واحدة. ملي غادي ندخل بعد ذلك الموقع جوجل غادي يتسجل واحد الكوكيز جديد في مجموعة جديدة، ومراها ملي ندخل اليوتيوب غادي يتسجل كوكيز جديد واللي غادي يتسجل يتصل مع الكوكيز ديال جوجل حيت هما شركة واحدة. ونفس الشيء بالنسبة لسناب شات، ملي ندخل له غادي يتسجل واحد الكوكيز جديد ولكن غادي يتصل مع الكوكيز لمجموعة جوجل حيت بيناتهم اتفاقية ولا شراكة باش يتشاركوا في بيانات الكوكيز. مراها ملي ندخل لموقع بينغ ديال مايكروسوفت غادي يتسجل واحد الكوكيز آخر في مجموعة بوحده، ونفس الشيء مرة أخرى إذا دخلت لتويتر غادي يتسجل واحد الكوكيز جديد وغادي يتصل مع جوجل حيث عندهم كذلك اتفاقية باش يشاركوا بيانات بيناتهم. وكيف ما كنشوفوا تسجلوا بزاف ديال الكوكيز هنا في مجموعات، كل مجموعة فيها واحد الترابط والتشارك في الداخل، بحال المجموعة ديال جوجل فيها يوتيوب سناب شات وتويتر وجوجل وبزاف المواقع أخرى اللي ما شفناهمش هنايا. ولكن كيف ما كنشوفوا هنايا هاد المجموعات بثلاثة ما كاينش واحد الترابط بيناتهم، يعني حتى الان ما كاينش واحد التواصل، ولكن ملي غادي ندخل شي موقع نبغي نشري شي حاجه بحال على سبيل المثال الى دخلت الجوميا واللي كيخدم كوكيز الطرف الثالث بطريقه اوتوماتيكيه غادي كاع داكشي اللي باغي نشريه والميول ديالي سيتم التشارك ديالو مع جميع المجموعات، وبالتالي غادي تكون واحد الكتله او مجموعه واحده اللي غادي يكون فيها تواصل في جميع الجهات، يعني فيسبوك عارفك شنو باغي تشري واخا انت ماشي في فيسبوك وجوجل كذلك، والاعلانات يقدروا في هذه الحاله يطلعوا لك في جميع مواقع التواصل ولا في المواقع الاخرى بحال هيسبريس اللي حتى هو كيخدم كوكيز الطرف الثالث بطريقه اوتوماتيكيه، يعني جوميا عارفك شنو باغي تشري عن طريق كوكيز الطرف الثالث وكيشاركوا هاد المعلومات مع جميع المواقع الاخرى عن طريق نفس الكوكيز، وكيطلعوا لك الاعلانات في هيسبريس حيت جوميا طلبات من المواقع الاخرى انها تطلع لك الاعلانات ديال الميول ديالك في المواقع اللي كتصفح، وهذا الشيء كيتطبق على جميع الاعلانات اللي كتطلع لك في مواقع الانترنت. كيف ما شفنا سابقا البيانات تشاركوا بطريقة أوتوماتيكية مع المواقع الأخرى أو الوسطاء، ولكن في المواقع الموجودة في أوروبا عندك الإخيار والإمكانية أنك ما توافقش على هذه المشاركة، بحال إذا دخلت لك موقع الملابس السابق غادي يطلع لي واحد الإشعار فيه واش كتوافق على مشاركة البيانات ديالك مع الوسطاء، هادشي كيعني واش يمكننا نستعملوا عليك كوكيز الطرف الثالث. وهنا غادي نختار باللي بغيت غير الكوكيز الأساسية واللي هما كوكيز الطرف الأول، وكيف ما شرحنا سابقا هاد كوكيز الطرف الأول غادي يمكن المتصفح باش أن الموقع يعقل عليا ويعطيني تصفح جيد فقط، وملي غادي نوافق على داكشي اللي بغيت كنشوفو باللي البيانات ولا الميول الشراء ديالي ما خرجش على الموقع، وحتى شي واحد ما عارف باللي أنا باغي نشري ملابس من غير هاد الموقع ديال الملابس. علاش؟ حيت سمحت للموقع باش انه يستعمل كوكيز الطرف الاول فقط، او بمعنى اخر يستعمل الكوكيز الاساسي، وفي هاد الحاله ما غاديش يوصلوك اعلانات مستهدفه حيت الوسطاء ما عندهمش بيانات عليك لانك انت معزول في مجموعه بوحدك، ولكن يطلعوا لك اعلانات عشوائيه، يعني يقدر تكون سيده كتصفح ويجيوها اعلانات ديال ملابس للرجال، ولا سيد كيتصفح ويطلعوا له اعلانات طلال الاظافر،
يعني إعلانات غير مستهدفة أو عشوائية تدارت بدون أخذ بعين الاعتبار بيانات أخرى. ولكن كاين واحد الطريقة اللي يمكن فيسبوك يعرفك باللي راك كنتي كتشري وكتشوف منتجات موقع الملابس اللي دخلنا له واخا مخدم غير كوكيز الطرف الأول، وذلك عن طريق الخاصية اللي شرحناها سابقا واللي هي جوجل بيكسل. أجي نعاودو نفس المثال ولكن دابا نوافق على كوكيز الطرف الثالث. ملي وافقت الآن على كوكيز الطرف الثالث، البيانات انتشروا عبر كل الوسطاء، يعني وليتي هدف في جميع الاتجاهات، بحال شنو وقع ملي تصفحت جوميا وهيسبريس سابقا. ملي كنت كنقول كيعرفوا شنو كدير وكيستهدفوك، ما كنعنيش بلي راه مسجل عندهم السيد عمر حمداوي اللي هو انا كان باغي يشري وراه مشاهنا ولهيه وتصفح وزيد وزيد. راه شرحت في الاول بلي كتكون مسجل برقم الكوكيز بحال رقم التسجيل ديال السيارة، وكيعرفوك شنو كدير وما الى ذلك بالرقم، وماشي كيعرفوك كشخص كانسان. بحال مثلا شي واحد ساكن حداك ما كتعرفوش شكون هو ومنين جاي ولا شنو سميتو، وحتى في وجهه ما كتعرفوش، ولكن كتعرف شنو كيشري شنو كياكل وشنو كيعجبو، وكتعرفو ساكن في الدار رقم 7 والاعلانات كتصيفطهم للدار رقم 7. يعني انت ما كتعرفش داك الشخص ولكن كتعرفو بالرقم اللي هو رقم 7. شركات كتجني مليارات الدولارات عن طريق الاعلانات في الانترنت، والدول مازال ما كتفرش واحد النظام صارم على مواقع الانترنت باش انهم يطلعوا اشعار للمستخدم باللي ان البيانات ديالهم غادي يتم المشاركه ديالها مع واحد الطرف ثالث، وباللي يمكن لهم ما يوافقوش على هذه المشاركه في الاشعار بنفسه. ولكن في اوروبا كاين واحد النظام تشريعي اللي سميتو النظام العام لحمايه بيانات المستخدم، واللي كيفرض على مواقع الانترنت باش انهم يطلعوا لك واحد الاشعار باللي ان البيانات ديالك غادي يتم المشاركه ديالها مع واحد الطرف ثالث، وكتكون عندك امكانيه باش انك ما توافقش على هذه المشاركه. بحال موقع الانترنت ديال الملابس اللي دخلنا له سابقا واللي كانت فيه واحد الاشعار باللي ان البيانات ديالي غادي يتم المشاركه ديالها، وكانت عندي امكانيه باش انني ما نوافقش على هذه المشاركه. في ديسمبر 2020 الهيئه العامه للمعلومات والحريات في فرنسا فرضت على جوجل واحد الغرامة ديال 100 مليون يورو، حيث ملي كيدخل المستخدم الموقع google.fr اللي موجود في اوروبا، هذاك الاشعار اللي كان كيطلع ما كانش واضح بما فيه الكفاية للمستخدم، وما كانتش عندك امكانية باش انك ما توافقش على هذه المشاركة. يعني هذا شيء مخالف للنظام التشريعي اللي مفروض في اوروبا، وبالتالي غادي تفرض على الموقع غرامة، وماشي غير على جوجل اللي كيتفرضوا هذه الغرامات، كيتفرضوا على اي موقع ما كيطلعش داك الاشعار. المغرب وجنوب افريقيا كيتعتبروا من بين الدول اللي بداو كياخذوا واحد الموقف في هذه مشاركه البيانات، وانهم يفرضوا على مواقع الانترنت داك الاشعارات. ولكن قبيله ملي دخلت لهيسبريس وجوميا ما طلعليش داك الاشعار، ولكن لقيت واحد الموقع سميتو موروكان وورلد نيوز، واللي ملي كتدخل له اللي هو كاين في المغرب، واللي ملي كتدخل له كيطلع لك اشعار بان البيانات ديالك غادي يتم المشاركه ديالها، وكانت عندي امكانيه باش انني ما نوافقش على هذه المشاركه. نتمنى ان الفيديو يكون عجبك، اف سو حط واحد اللايك، ويمكن لك تتابعني على قناه انستغرام وعلى فيسبوك اللي كاينين في الشاشه واللي كاينين في اسفل الفيديو. نهارك طيب، سلام عليكم.